السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى موعد رياضي خاص نقدمه لكم من تلفزيون النهار. إذا أفرجت السلطات البوركينابية سهرة أمس السبت على الزميلين عبد الملك عداد وبويموت علاء، وهذا في حدود الساعة 10، وهما أقول اللذان اعتقلا صبيحة السبت من طرف قوات الأمن البوركينابية بالعاصمة واغادوغو، وتم استنطاقهما واتهامهما بالجوسسة خلال التحقيق، ويعود الفضل في الإفراج عن الزميلين إلى تدخل السفارة الجزائرية ببوركينا فاسو التي سارعت للالتحاق بمركز الأمن الذي كان متواجدا فيه الزميلان، وأصرت على الإفراج عنهما بإيعاز من وزارة الخارجية الجزائرية. ويلتحق بنا مشاهدينا على المباشر من واغادوغو الزميل إبراهيم مدب المتواجد رفقة مالك عداد الذي اعتقل أمس من طرف قوات الأمن البوركينابية لوضعنا في الصورة أكثر. إليك الخط زميل إبراهيم مدب. تفاجأنا أمس بعد اعتقال الزميلين عبد الملك وعلاء بعد اتهامهم بالجوسسة وما إلى ذلك. على كل حيثيات هذه القضية تعود إلى الفيدرالية البوركينابية لكرة القدم التي تمنع اقتراب أي صحفي جزائري من ملعب المباراة ملعب الرابع من أوت. الزميل عبد الملك عدد متواجد معي الآن وسوف يطلعنا على الذي حدث معه أمس بالضبط. زميلي عبد الملك، هل ممكن أن تطلعنا وتطلع المشاهد الجزائري على ما الذي حدث معك أمس بالضبط؟ نعم، كل ما في الامر انت نقلت انا والمصور الصحفي علاء بيموت الى ملعب من اجل اعداد روبورتاج وتفقد ارضيه الميدان والوقوف على مدى جاهزيتها لمباراه الحدث المباراه الفاصله بين المنتخب الجزائري والمنتخب البوركينابي. في بادئ الامر طلبنا من اعوان الملعب مقابله مدير الملعب من اجل استطلاع على حول ارضيه الميدان ومدى جاهزيتها، فرفض طلبنا. المدير لم يكن متواجد في حين اليوم السبت يوم عطله، ثم حاولنا في المره الثانيه ان نصعد للمدرج من اجل التقاط صور وتفقد ارضيه الميدان، فسمح لنا. تسللنا الى داخل الملعب، اقتحمنا الملعب، زميل علاء بويموت صور ارضيه الميدان، تفقدنا اللي كانت على حاله كارثيه، حفر داخل ارضيه الميدان خصوصا في منطقه الوسط ومنطقه الجزاء. تم اعتقالنا من درك البوركينابي، احتجزنا لمدة ساعة داخل الملعب ثم اقتادونا إلى مركز الدرك في وسط مدينة واغادوغو. أنا تم استجوابنا لمدة 3 مرات متتالية، في كل مرة كل واحد على انفراد، في كل مرة دامت مدة الاستجواب ساعة، تم التطرق فيها إلى عدة أسئلة استفزازية، اتهمنا بالجوساسة. ثم كيف تم الإفراج عنكم؟ تم الافراج عنا بمساعده وزاره الخارجيه الجزائريه التي عمل جاهد على اطلاق سراحنا بمساعده السفير زميل ابراهيم الذي وقف على مدى زميل ابراهيم الذي وقف على كرسي صغيره وكبيره من اجل الافراج عنا. سائق سياره الاجره الذي نقل لنا اتهم بخيانه البلد وهو ساجن لحد الان. رجال انتربول استجوبونا لمده ساعه كامله. أغلبية الأسئلة كانت لماذا أتيتم قبل موعد المباراة بعشرة أيام؟ ماذا تفعلون هنا؟ لماذا أنتم أردتم دخول اقتحام الملعب عنوة؟ العديد من الأسئلة التي كانت. نعم، إذا هذه كانت قضية أمس بعد اعتقال الزميلين. على كل تبقى هناك تساؤلات كبيرة حول لماذا تم اعتقال الزميلين عبد المالك وعلا. شكرا لك زميلي إبراهيم الدب، وشكرا للزميل مالك عداد، والحمد لله على السلامة، وشكر موصول منا للسفير الجزائري ببوركينا فاسو السيد بن شياح الذي لم يدخر أي جهد في الإفراج على الزميلين عبد الملك عداد وكذا المصور على بويموت. وترقبوا مزيد من التفاصيل في مواعيدنا اللاحقة إن شاء الله مشاهدينا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموعد، تقبلوا تحياتي في أمان الله. يا الخضرة في ريحة